صدقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقصة. وقال عضو الكنيسة إن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيكل ستدخل خزينة إسرائيل فورا، ونحو 60 مليون شيكل كل شهر إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب لعائلات الأسرى والشهداء.